قام وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس إسماعيل الفيلتشاوي بزيارة تفقدية اليوم إلى مدينة صباح الأحمد لحضور جميع الجهات المتعاونة والهيئة العامة للبيئة لمتابعة قضية مياه الصرف الصحي والحلول الوقتية إلى حين استكمال الربط بالمجاري الرئيسية. يمكن خلال جولتنا شفتوا معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد، تتم من خلال 9 مواقع في واقع 18 محطة معالجة، وأن الطاقة الاستيعابية للمحطات تغطي احتياج صباح الأحمد حاليا، وسيتم بالمستقبل زيادة الطاقة مع زيادة عدد السكان إذا زاد عدد السكان. فالوزارة مستعدة للتعاون مع كل التدفقات المستقبلية، وعندنا خطة كاملة لتغطية احتياجات مدينة صباح الأحمد. رويناكم المخرج اللي قاعد يطلع من المجرور الصحي من الأمطار الرئيسي الأول وهذا الثاني، وشفتوا بعينكم الماء اللي قاعد يطلع من المجرور الأول والثاني، وهذا قاعد يجمع من المنطقة هذه المياه. في تعاون حاليا بيننا وبين الهيئة العامة للزراعة لاستغلال مياه المعالجة لري التحريج اللي قاعد تشوفونه أنتم حول المنطقة هذه، وكذلك في تعاون حاليا بيننا وبين شركة نفط الكويت لاستغلال المياه الخارجة هذه من المجارير المتجمعة في البحيرات التجميعية لعمليات شركة نفط الكويت.